عربة البليلة وهي مهمة جدا في رأيي، فهي المشهد الثاني الذي أريد التوقف عنه. بائع بليلة في ميدان التحرير ينادي على بضاعته بميكروفون محمول، ماذا يقول؟ البليلة بتقول لكم عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه. البليلة عندنا من الحليب وتصلي على الحبيب وتحيي الهلال مع الصليب. عربية البليلة بتحيي الشعب المصري، اقدم على عربية البليلة. عربية البليلة دوروا عليه على اليوتيوب هتلاقوه. عربية البليلة عربية البليلة ضد النظام الفاسد. عربية البليلة بتقول لك صفوة الشريف هو اللي بيحرق في الكنائس. عربية البليلة بتقول لك يا أخي المواطن إن الحزب الوطني هم اللي بيولعوا في الكنائس. الحزب الوطني ما بياكلش بليلة، الحزب الوطني بياكل في دمنا. الحزب الوطني ما بياكلش بليلة، الحزب الوطني بياكل في لحمنا. عربية البليلة اللي عايز ياكل بليلة بالحليب ويصلي على الحليب، اللي عايز ياكل بليلة ويصلي على مصطفى نبينا، عربية البليلة بتتضامن مع الشعب المصري. عربية البليلة بتدعو الشعب المصري يحط الايد في الايد، واذا توحدنا هنعمل مصر جنة. عربية البليلة بالسمن والسكر والعسل، عربية البليلة بالحليب وجوز الهند وزبيب. دارسي العلوم والرجل والرجل مقنع جدا ولابس ابيض ونظيف يعني وبيتكلم، والحق انه اذا كان على دارسي العلوم السياسيه ان ينظروا لتلك الدوله خارج الدوله التي اقامها المصريون في ميدان التحرير، فصرفوا شؤونهم المعيشيه بسلاسه وابدعوا اشكالا من التعبير والبهجه، فإن على المتخصصين في الدراسات الثقافية تأمل هذا التحرير الشعبي المدهش، لأنه مزج بين الاحتجاج السياسي وممارسات الموالد الشعبية الأليفة منذ مئات السنين. سنجد أسرا بأكملها في الميدان، وسنجد أطفال الشوارع الذي يجدون فجأة شارعا مختلفا يراهم ويستمع إليهم، وسنجد حلاق الثورة طبعا الذي يتطوع لحلاقة شعر الثوار مجانا، والعرسان الذين يقررون الاحتفال بزفافهم في الميدان، فتنطلق الزغاريد وترقص العروس تهز كتفيها وصدرها وردفيها وإن كانت محجبة في الميدان. حتى الدبابات التي أثارت عند نزولها في 28 من يناير مشاعر مختلطة من الارتياح والقلق والعدائية والاطمئنان، تم استيعابها من قبل الناس فكتبوا عليها شعاراتهم وحملوا الجنود أطفالهم والتقطوا لهم صورا عليها أو معهم. طبعا هذا مشهد سابق على مدرعات الجيش وهي تدهس الشباب في واقعة سبيرو في أكتوبر، ورجال الشرطة العسكرية وهم يسحلون البنات في ديسمبر. كما أن على الدارسين مستقبلا أن يتأملوا تلك الكارنيفالية المختلفة الفريدة، حيث إطلاق طاقة الجماعة لا يتم بين قوسين للعودة مرة أخرى للسياق المعتاد، بل طاقة موظفة في فعل احتجاجي يقصد تغيير الأمر الواقع. إن حكاية الثورة المصرية لابد وأن تتوقف طويلا عند الاحتشاد الثقافي الذي ميز هذه الثورة. وما أعنيه بالاحتشاد الثقافي هنا هو توظيف كافة الطاقات الموروثة والمكتسبة، التقليدية والمستحدثة، الشعبية وغير الشعبية، في خدمة الفعل الثوري. وتم هذا التعامل بشكل بسيط وتلقائي، فاستخدم الثوار المساجد وصلاة الجمعة كنقاط تجمع وانطلاق في مظاهراتهم أثناء الأيام الأولى للثورة وعلى مدى العام الماضي كله،
وتحولت بعض المساجد والكنائس والزوايا إلى مستشفيات ميدانية. وعلى الدارسين أن يتوقفوا مستقبلا ويكتبوا الدور البطولي لمسجد عمر مكرم وكنيسة قصر الدبارة المتجاورتين والمتلازمتين جغرافيا ووظيفيا أثناء الثورة، ويتأملوا دور صلوات الجمعة والقداديس التي أقيمت في الميادين والاحتفال برأس السنة في الميدان حيث امتزجت الهتافات الثورية بالأناشيد الدينية المسيحية. وفي ظني أن الصلاة الأشهر في التاريخ المعاصر أو يبدو لي هي تلك الصلاة غير المخطط لها سلفا التي أقيمت بشكل تلقائي عصر يوم الجمعة 28 من أكتوبر 2011 حين اصطف الناس أمام جنود الأمن وجنون مدرعاته وهي تقصفهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص وترشهم بالماء وتندفع داخلهم وتداسهم دهسا. إن هذا الدمج الفذ بين ثقافة موروثة وراسخة وفعالة في الوجدان والحركة من أجل تغيير جذري، أعني الحركة للأمام للمستقبل، حدث من نوع خاص للغاية تستدعي الفحص والتأمل. ثم عنصر آخر، طبعا لم يكن هذا الملمح الديني للثورة عنصر فرق، وإن جرت محاولات استغلاله لاحقا في خلق الفرق سأعود لذلك لاحقا. ثم عنصر آخر من عناصر ما أسميته الاحتشاد الثقافي لثورة جمع أبناء وبنات طبقة وسطى مهددة في وجودها بجهاز قمعي لا يرحم. يعني أبناء الطبقة الوسطى شافوا خالد سعيد وعرفوا إنه ما حدش كبير على الأمن، طبقة وسطى ولا غير وسطى، مهددة في وجودها بجهاز قمعي لا يرحم وفساد لا يسمح جشعه وأنانيته بأي حيز إلا لمحاسيبه. جمعت الثورة بين أبناء الطبقة الوسطى طلاب الجامعات وخريجيها والمهنيين من أبنائها وبناتها وأبناء الطبقات الشعبية المسحوقين اقتصاديا والمتعرضين يوميا لقمع وشراسة الأمن. ومن هنا سيسهم في الثورة التويتر والفيسبوك والبلاك بيري والآيباد، كما ستسهم فيها مهارات شباب الحرفيين ومطارقهم للحام الصفيح مثلا وإقامة المدارس، وهو دور سيذكر للسمكرية العاملين في شارع معروف الذين أقاموا المدارس التي حمت الناس في يوم 2 فبراير يوم موقعة الجمال. وسيجتمع الأطباء بخبراتهم العلاجية والجراحية بحي الدكتورة منار بالألترس مشجعي النوادي الرياضية بحيويتهم الباهرة ولياقتهم البدنية في الكري والفر وحضورهم الغريب الذي يجمع ما يندر اجتماعه الصلابة والثبات من ناحية وخفة الروح والبدن كأن لهم أجنحة وبإمكانهم لو أرادوا أن يغلبوا الجاذبية ويطيروا. ولكن لما داخلين البداية كده الواحد ما بيبقاش متأكد هم طايرين ولا ماشيين. الجزء الأخير في مدونة على الفيسبوك لمحمد أبو الغيط اللي هو طالب طب في جامعة أسيوط اشتعلت، عنوانها الفقراء أولا يا أولاد الكلب. النص منشور على الفيسبوك في 17 يونيو 2011 يكتب محمد أبو الغيط عن الشهداء، وهو يعتمد أساسا في نصي على صور فوتوغرافية ملونة ل19 شهيدا، لكل شهيد صورة يعقبها سطر أو أقل عن اسمه عن سنه إن توفر وعن الحي الذي ينتمي إليه. أغلب الشهداء في مطلع العشرينيات من العمر وبعضهم لم يبلغ.
الملابس والجلسة المتعمدة أمام المصور تؤكد الخلفية الاجتماعية. إنهم كما يقول أبو الغيط وبقتباس من العيال السرسجية. الشباب أبناء المناطق الشعبية والعشوائية الفقيرة الذين تكشفهم ملابسهم الرخيصة ومحاولتهم للتأنق أو ادعاء الرومانسية بنظرات متأملة متشبهين بمن يرونهم في التلفزيون أو في شوارع المناطق الأرقى. هو كان الطبيعي أن أنا أعمل باوربوينت بس حسيت أنه المحاضرة طويلة وده يعمل تشتت في الانتباه. بس صور البلاد كلهم صغيرين جدا كلهم لابسين اللي على الحبل وكلهم قاعدين بوز قدام المصور أو واحد مثلا مسبل عينيه ومبين أنه في زبر إلى آخر. بس دول اشتشيتوا 19 صورة كبيرة ملونة يدعون أبو الغيط ضمنا لتفحصها على خلفية الصراع بين القوى السياسية ومن يسميهم في نهاية نصه العواجيز النخبويون المملون من كل الأطراف الذين ما زالوا غارقين في تنظيرات إسلامية علمانية ذات دستور أولا انتخابات أولا ولهم جميعا أقول الفقراء أولا يا ولاد الكلب. وبهذه العبارة وهي عبارة العنوان يختتم أبو الغيط نصه ولا يخفى عليكم ومعظمكم من دارسي الأدب وأساتذتي أن موطن الجمال المصطلح الدارج في دروس البلاغة أيام المدرسة موطن البلاغ هنا هو كلمة يا ولاد الكلب غير المتوقعة والتي تحول العنوان من عبارة تقريرية فيها خبر أو تنبيه أو وجهة نظر إلى صرخ يجتمع فيها المشهد والمشاهد والواقع الموضوعي والاستجابة الذاتية وينتقل بعبارة الفقراء أولا من مجرد تعبير إيديولوجي إلى إقرار بحقيقة تاريخية موجعة. الفقراء ماتوا أولا والنخبة السياسية التي تتصدى للمعارضة وتتصدر الصورة وتتعارك على ثمار الثورة ثورة ما كانت لتقوم لو تركت الأمور لها لو لم يسبقها الفقراء أولا. لمحمد أبو الغيط نص آخر أشير ليه بدرجة من التفصيل لكن لن أتوقف إلا عند جزء منه اسمه شارع عيون الحرية وهو عن شارع محمد محمود ويختار 5 شخصيات من الشباب الذين كانوا في الشارع